تخيلوا يا سادة أن الاسم مرهون بالوجبة التي ستأكلها، فإذا كان اسمك مثلاً على اسم وجبة الطعام فستأخذها مجاناً مهما كانت الكمية. لكن من في العالم أساساً اسمه يكون مشابهاً لاسم الطعام؟ وهنا قصتنا تتحدث عن فوضى السلمون في تايوان، سلسلة مطاعم سوشيرو أعلنت عن عرض ترويجي يتضمن الحصول على وجبات السوشي مجاناً بشرط أن يحمل اسمك الأحرف الصينية لاسم السلمون. وبالفعل شارك في العرض أكثر من 300 شخص سددوا رسوماً إدارية زهيدة لتغيير أسمائهم قانونياً لتصبح حلم السلمون، السلمون الراقص أو غيرها. وما إن انتهى العرض حتى عاد قليل منهم لأسمائهم الحقيقية، أما الباقي فعلقوا بأسمائهم الجديدة، وهنا بدأت فوضى السلمون. فالقانون التايواني سدى يسمح للناس بتغيير أسمائهم 3 مرات فقط ليتم مناقشة الأمر في البرلمان لحل أزمة أسماء العالقين، بينما انتقدت وسائل التواصل الاجتماعي التايوانية حول هدر الوقت بموضوع تافه قائلون اتركوا الأمر ليتحمل السلمون مسؤولية أفعاله.